مبيعات لفريق اليد في نادي الزمالك. فريق اليد من احسن الفرق في مصر وطبعا افريقيا، وكمان من الفرق اللي بتظهر في المحافل العالميه وبطوله كاس العالم. فريق اليد تاثر السنتين اللي فاتوا وشفنا ان المستوى نزل، لعيبه مشيت. هل عاملين خطه لفريق اليد وفرق الصالات انك يتم النهوض بيها بعد الانتخابات ان شاء الله؟ هو انا الاول هتكلم بصفه خاصه على فريق كره اليد. للاسف هم ما سمعوش كلامي، يعني انا كنت معترض على المدرب الاخراني اللي كان موجود ده، لان السي في بتاعته لا ترتقي. احنا مصر دلوقتي في كره اليد بتلعب في ليفل عالي جدا يعني، فما ينفعش اجيب مدرب خبراته وخلفيته، انا اسف، من شيلي. شيلي في كره اليد بعيدة المستوى، حتى وإن كان هو أسباني بس بقاله 7-8 سنين عايش هناك، فالليفل في ناس سبقته بكتير. فأنا معترض عليه، وكنت معترض على المحترف اللي جابوه بمستوى ده أن أنا أدفع الفلوس دي. لا. وكان الأهم من ده كله أن إحنا كان طالع من الناشئين عندنا 4-5 ولاد يسدوا الثغرات دي. قلت لهم عملوا لهم عقود عشان اللعيبة دي مهمة جدا. للأسف ما تعملش. واحد راح قطر، والتاني جاله رباط صليبي، والتالت ما بيلعبش للأسف. فأكيد نرجع بقى للألعاب كلها، الألعاب كلها محتاجة دعم، محتاجة قاعدة الناشئين. ولاد ده مش نادي زمالك، ولاد الأندية كلها بتفرق عن اللعيبة اللي بتيجي من بره. لو ابن النادي مستوى عالي بيبقى في مستوى تاني خالص، وبيأدي أداء بروح وبقتال. فاحنا أنا شخصيا، وده اللي احنا عملناه في اتحاد كرة اليد، اهتمينا بقاعدة الناشئين. دلوقتي بقى عندنا 15 محترف، منهم على الأقل 5 كاتيجري ايه. فعشان كده الهندبول بقى لازم يبقى عندك رؤية كبيرة ورؤية مستقبلية، تعمل ايه. علشان انا ما بقولش ان احنا هندوس على زرار هنكسر الدنيا ونكسب كل البطولات وبتاع، الموضوع محتاج فكر وتخطيط وترتيب، وهتشوفوا النتيجة ان شاء الله.